السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. شيخ مصطفى، كان عندي بس سؤالين ليهم علاقة بوالدتي. أنا والدتي يعني طعنة في السن شوية وبلغت من الكبر آتية، وأغلبية الوقت تكون لوحدها يعني. فأنا كان سؤالي بس، إن أنا في بعض الأحيان بأتي بأصدقائي الرجال ونذهب إلى أمي مثلا يوم في الأسبوع، ونجلس معها مثلا إيه نؤنسها ونتكلم معها، فهل في ذلك إثم؟ أنت وزملائك؟ أنا وزملائي. أيوه، كم عمر العجوز؟ حوالي 79 سنة تقريبا يعني. 79 سنة. وبتجلس معكم محترمة ولا بتجلس يعني متكشفة لا شوية؟ طبعا يعني ما فيش حاجة خالص يعني، مش حاجة إيه؟ لا محترمة طبعا وما فيش أي حاجة، بس هي الفكرة ماشي. كلها بنقعد نتكلم معاها بس. لا بأس لا بأس. قال سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه: كنا نفرح بيوم الجمعة وما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. نفرح بيوم الجمعة لماذا؟ كانت هناك عجوز في المدينة تصنع لنا سلقا، فنصلي الجمعة ونذهب إليها تطعمنا ونسلم عليها. هذا سهل بن سعد، فلا بأس، هذه عجوز كبيرة ليس فيها مطمع. السؤال الثاني معلش، بس انا برضو والدتي عندها قطه في البيت تربيها، وفي بعض الاحيان وهي تصلي يعني القطه تمر على السجاده او تمر بين قدمي، فهل هذا يقطع الصلاه على والدتي ولا لا؟ لا لا يقطع، لا خالص. بارك لكن الله إن فيك. استطاعت أن تمنعها من المرور منعتها. أمك تصلي قائمة أو جالسة؟ اللي ايه معلش؟ أمك تصلي قائمة تصلي أو جالسه. جالسة؟ تصلي جالسه إذا استطعت تمنع القطة لا بأس، والاولى يعني. لأن الشاة جاءت تمر أمام النبي، فتقدم النبي حتى لصقت بطنه أو كانت تلصق بالجدار، فمرت الشاة من خلفه. بارك الله فيك يا شيخ، شكرا. لكن الصلاة لا تقطع لا تبطل على أي حال. السلام عليكم.